مشاهدي الكرام، نشاهد الآن الرئيس السيسي وهو يتوجه إلى أكاديمية الشرطة حيث تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية بمقر أكاديمية الشرطة. الذي يحضره السيد الرئيس. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أشرقت شمس هذا اليوم ليسجل تاريخا حاسما في حياة بعض من الرجال الذين يخطون أول الخطو على طريق أداء رسالة من أجل وأقدس الرسالات، وينضمون إلى فريق عاهد الله على أن يضحي بالروح والدم في سبيل أمن مصر وضمان الحق وسيادة القانون. وهو عيد سنوي تعودته أكاديمية الشرطة، حيث تحرصون يا سيادة الرئيس على أن تتوجوا جهود أبنائكم
الذين تم إعدادهم ليشاركوا بدءا من اليوم في حماية أمن مصر. فمرحبا بك يا سيادة الرئيس بين رجالك وأبنائك الذين يجدون في تشريفكم اليوم أعظم تقدير لهم جميعا. ضيوفنا الكرام، نستهل احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للواء دكتور أحمد عادل العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه لشرف عظيم لنا سيادة الرئيس تشريف سيادتكم احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج نخبة من شباب مصر الواعي لتبارك أولى خطواتهم على الطريق وتدفعهم بعون الله للمضي قدما بثقة واقتدار لحمل مشاعر الأمن وشرف الرسالة تجيش في صدورهم مشاعر وطنية ونبضات قوية مخلصة فداء للوطن وأمنه واستقراره، يعلنون الولاء لمصر وشعبها ويقفون خلفكم صفا واحدا في ظل قيادتكم الرشيدة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد شهد الأسلاف العظام هذا الصرح الشامخ أكاديمية الشرطة بصورة أضحت بها رافدا هاما من روافد إعداد رجل الأمن القادر على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى تأهيله وتدريبه، وهو ما حقق لها مكانتها على كافة المستويات. إلا أن شرف تحقيق الرسالة والحفاظ على الريادة كان دافعا لسعي الأكاديمية دوما للمحافظة على خطاها السريعة لتعزيز قدرتها على تحقيق رسالتها في إعداد خريج ذاته الانضباط والهمة ومحركه الشرف والذمة وغايته البذل والعطاء بدعم من السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. فخالص الشكر والتقدير لسيادته على تقديمه كافة مقومات وعوامل النجاح للأكاديمية. السادة الحضور، إن ما حققته الأكاديمية من إنجازات خلال هذه الآونة في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية كان تتويجاً لجهود مخلصة أخذت بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي تموج بها الساحة المحلية والإقليمية والدولية ومتطلبات إعداد رجل شرطة عصري قادر على القيام بواجباته بكفاءة واقتدار. فقامت بتطوير وتحديث برامجها التدريبية لتنمية مهارات وصقل قدرات طلابها من خلال تصميم وتطبيق كود تدريبي للمواصفات القياسية التي يجب أن يتمتع بها خريجوها بما يتناسب المهارات الأساسية والقدرات الذاتية لضابط الشرطة. وعلى نحو موازٍ اطلعت الأكاديمية بربط الدراسات النظرية والبرامج التدريبية المطبقة بالواقع العملي بما يكفل الدفع بأجيال فتية من ضباط الشرطة مسلحين بالعلم والمعرفة فاخرين بالكفاءة والخلق والانضباط مدركين مهامهم المتعاظمة في حماية المقومات الأساسية للنظام العام واستقرار الوطن. وسعيا نحو تعزيز قيم الولاية والانتماء للوطن والمؤسسة الأمنية قامت الأكاديمية بتعميق مدارك كافة الدارسين والمتدربين بها في مجالات التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة وسبل تحقيق الأمن الذاتي الإلكتروني وتقويض آليات حروب الجيل الرابع التي تعتمد على استغلال شبكة المعلومات الدولية وبعض وسائل الإعلام في بث الشائعات والخروج على القانون بما يهدد الأمن القومي. الحفل الكريم، هذا يوم خريج أكاديمية الشرطة نحتفل فيه بكل فخر واعتزاز بعرض ثمار زرعنا الطيب، فكان حصاده هؤلاء الخريجين من صفة شباب الأمة وخيرة جندها وصمام أمنها واستقرارها، حيث نحتفل اليوم بتخريج 1791 طالباً من كلية الشرطة بنسبة نجاح بلغت 96.7%
من بينهم 61 طالبا وافدا من الدول العربية والشقيقة وهي فلسطين وجزر القمر، و83 طالبا من الدارسين للقانون باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى 229 طالبا وطالبة بقسم الضباط المتخصصين من الحاصلين على الشهادات الجامعية بنسبة نجاح بلغت 100%، فضلا عن تخريج 111 ضابطا بمن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 8 ضباط من الدول العربية الشقيقة بنسبة نجاح بلغت 73.5%، وعدد 74 من الكوادر الأمنية بالدول الإفريقية يمثلون 25 دولة إفريقية الذين التحقوا بالدورات التدريبية المنعقدة بمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. أبنائي الخريجين، تهنئة لكم وأنتم مقبلون على المشاركة في تحمل أعباء ومسؤوليات أمن واستقرار الوطن في ظل تحديات انقسام تستلزم التسلح بالعلم والمعرفة والقيم الوطنية، كما تتطلب عطاء وتضحية وإخلاصا وإيمانا برسالتكم. اجعلوا قناعتكم راسخة بأن جهدكم لن يحقق أهدافه دون دعم الثقة بين الشرطة والمواطن بعمل دؤوب وجاد يلتزم بمبادئ الدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية. فالشعب هو الركيزة الأساسية للاستقرار وأمن الوطن، وهو السند القوي لدعم جهاز الشرطة في أداء واجباته. الحضور الكريم، لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير لأجهزة ومؤسسات الدولة التي قدمت العون للأكاديمية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الباسلة ووزارات العدل والخارجية والجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية. وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين وقطاعات وزارة الداخلية والقيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية على جهودهم المخلصة في أداء واجبهم ورسالتهم. سيادة الرئيس، إننا في هذا اليوم المشهود نجدد العهد والولاء لسيادتكم بأننا سنظل جنوداً أوفياء لهذا الوطن ليبقى بإذن الله بقيادتكم وطناً أبياً حفظكم الله لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق العزة والرخاء والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية تذكارية. تتمثل الهدية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة يعلوها نسر شعار هيئة الشرطة للتعبير عما يترسخ في نفس كل خريج بعدما يعبر منها إلى حياته العملية متسلحا بعلم حديث ومتحليا بخلق عظيم ومؤديا لواجبه بعزيمة وإخلاص. الحفل الكريم مشاهد رائعة لطلبة السنة الثانية يتعاملون مع أسلحتهم بموهبة ومهارة وحسن أداء بفهم واستنارة مع العرض الخاص.
شعار كلية الشرطة. علم، خلق، واجب، بس. ما نستكترش ابدا ان احنا نقدر نعمل نجاح
ونجاح ونجاح، وهنتغلب على مشاكلنا، وهنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى وبإخلاصكم هنعمل كل حاجة طيبة للشعب ده. الشعب ده شعب مصر ده بتكلم، ولا والله ما بقول كلام لا سياسي ولا معنوي، تحيا مصر بينا كلنا. والإصرار لا يعرفون غير الانتصار مع عروض القوة والكفاءة البدنية. مجموعات من طلبة السنة الأولى تقوم بعرض نماذج من تدريباتهم المتقدمة في فنون القتال المتلاحم. تمرينات الإحماء واللياقة البدنية. تمرينات إكساب القوة الجسمانية. تمرينات القوة العضلية. المهارة الفائقة في أداء التمرينات الرياضية. تمرينات تنمية اللياقة البدنية. قوة عزيمة مصر. وفي مواجهة يمين المنصة يصدر الطلبة على الشباك بأجسادهم كلمة الله أكبر، وفي اليسار كلمة المجد للشهداء، بينما تستعد طلبة السنة الأولى لإظهار قدراتهم العالية في فنون رياضتي البومساي والووشو والكونغ فو. فن استخدام اليد الخالية والقدم في مواجهة الخصم. تسديد ضربات مؤثرة باستخدام اليدين. تتقدم الآن مجموعة من طلبة السنة الدراسية الأولى لأداء بيان عملي يظهر مدى قدرتهم على تخطي واجتياز الموانع التي قد تصادف رجل الشرطة أثناء تنفيذ المأموريات الشرطية وفي التحركات الميدانية. يحاول الطلبة
اجتياز موانع مشتعلة، وهي تعود الطلبة الشجاعة والإقدام على عبور الموانع. عش هكذا في علو أيها العالم، فإننا بك بعد الله نعتصم. إنها لحقيقة تفوق الخيال أن يؤدي طلاب السنة الأولى هذا الأداء الرائع من فنون التلاحم وضروب القتال، وهم حديث عهد بالمرام الشرفي. نوجه عناية السادة الضيوف إلى أننا سوف نستمع إلى محدثات صوت خلال الفقرات التالية، فنحن الآن أمام صورة جديدة ومشرفة من صور وملاحم التدريب التي يتلقاها طلبة كلية الشرطة. نشاهد في المواجهة موجات متتالية من الطلبة أثناء الهبوط باستخدام حبال الهرنس، كما نرى مجموعة من الطلاب المتميزين بالقوة البدنية الفائقة وبرفقتهم العديد من الأدوات الطبيعية والصناعية كإطارات سيارات النقل الثقيل وجذوع النخل ذات الأوزان الثقيلة والحبال السميكة. نشاهد في المنتصف قيام الطلاب بأداء رياضي يعكس مدى قوتهم ولياقتهم البدنية المرتفعة، ونشاهد من يسار المنصة كيفية استخدام الطلاب لجذوع الأشجار الثقيلة في تنمية قدرتهم البدنية، ومن اليمين يقوم بعض الطلاب بحمل إطارات سيارات النقل الثقيلة، كما نرى من اليمين كيفية استخدام الطلاب لحبال المرونة والقوة البتر روب والرابر واير، ومن اليمين كذلك نشاهد قيام مجموعة من الطلاب بالطرق بمطارق ثقيلة على إطارات سيارات النقل. تصدر الطلبة بأجسادهم في المواجهة على الشباك يمين المنصة كلمة كلية الشرطة، وعلى يسار المنصة كلمة دفعة 2017، كما نرى في خلفية المشهد قمة الشجاعة والإقدام مع طلبة الكلية أثناء القفز والنزول بالحبال من المرتفعات بموجات متتالية بهدف الوصول إلى أهدافهم بكثافة عالية. ها هم رجال كلية الشرطة يقدمون عروضاً قوية لمجموعة من السقطات الهوائية التي يستهدف التدريب عليها اكتساب الخبرات المطلوبة عند اجتياز الموانع وحسن تقدير المسافات وأساليب تفادي هجمات الخصم باستخدام رياضة الباركور. السقطات الهوائية متدرجة الصعوبة، تستخدم الطلبة قدراتهم في القفز وتخطي الموانع فيما نشاهده الآن من اجتيازهم لموانع يمثلها الطلبة. القفز من أعلى مانع يمثله 18 طالبا. عشرون طالبا. اثنان وعشرون طالبا. أربعة وعشرون طالبا. القفز من أعلى مانع يمثله 27 طالبا. ثلاثون طالبا. القفز من أعلى مانع يمثله 33 طالبا. عش كريما وعزيزا موطني،
وارفع الرايات فوق القمم، إنني أقسمت ألا تنحني أو تعيش الضيم بين الأمم، فسأفديك بروحي طائعا وسأبقى رافعا للعالمين. نشاهد في المواجهة نماذج من التدريب المشترك مع طلبة الكلية الحربية لتوحيد المفاهيم التدريبية. الحفل الكريم، ترون أمام حضراتكم أحد السيناريوهات لتحرير الرهائن من إحدى الحافلات المختطفة. قام الأشقياء بقطع الطريق واختطاف الحافلة. نشاهد من يمين ويسار المنصة استخدام الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة المنتخبة لتنفيذ الخطة، تحسباً لزرع الجنات عبوات متفجرة في مكان الحادث. وبالفعل تم العثور على عبوة ناسفة، سيقوم خبير المفرقعات الآن بإبطال مفعولها، حيث تعاظم الاعتماد على كلاب الكشف عن المفرقعات في تأمين المنشآت الحيوية وتضييق الخناق على مرتكب الجرائم. نشاهد من اليسار الحافلة المختطفة ومن خلفها حافلة مماثلة يستقلها طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية في إطار التمويه والتخفي، ويتبعهما باقي القوات والمركبات المدرعة الأخرى المستخدمة في العملية. يستعد الآن أحد الكلاب البوليسية للقفز من نافذة الحافلة والسيطرة والقبض على أحد العناصر الخارجة عن القانون. تقوم القوات المشتركة بتنفيذ خطة استرداد الحافلة وتحرير الرهائن. نشاهد طريقة قيام القوات باقتحام الحافلة. يتم الآن تفتيش المختطفين تحسباً لاندساس أحد الخاطفين بينهم. تمت عملية الاقتحام السريع للحافلة مع مراعاة عنصر المفاجأة. نرى الآن تفتيش الخاطفين واقتيادهم لجهات التحقيق عقب إجراءات تفتيشهم مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان. وقد تبين من تجميع المعلومات ومعرفة هوية الإرهابيين وانتماءاتهم وجود باقي التشكيل الإرهابي بأحد الأوكار بمنطقة سكنية. نشاهد الآن كيفية قيام طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية بخطة القبض على الأشقياء عن طريق احتلال المواقع خلف السواتر والاقتراب الخفي المصدور وبمساعدة الكلاب البوليسية. نرى تقدم مجموعات الاقتحام في تشكيلات قتالية. تقوم المجموعات بتسلق المبنى باستخدام مواسير التسلق الحر والروافع الخفيفة على موجات متصلة. نشاهد كيفية قيام الكلب البوليسي المدرب على الهجوم بمساعدة القوات، حيث لعبت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة دوراً حاسماً ورئيسياً في مواجهة الأعمال الإرهابية. عمليات التسلق بمساعدة الزميل. يشار في هذا المقام إلى أن طالب كلية الشرطة يخضع لبرنامج متكامل على مستوى سنوات دراسته بالكلية للتدريب على الأساليب الأمنية الأساسية. تنتهي المواجهة بالسيطرة على المطلوبين والقبض عليهم مع مراعاة حقوقهم الكاملة واقتيادهم إلى جهات التحقيق. إنما قامت به وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية من ضبط لمجموعات هائلة من الأسلحة لا يؤكد التدريب الراقي الذي يتلقاه طلبة كلية الشرطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مع عروض الخيالة، من الجدير بالذكر أن ضباط خيالة كلية الشرطة قد حصلوا هذا العام على المراكز الأولى في بطولات الشرطة للفروسية والكلة والبولو
وفي بطولة الفارس المتكامل. في تشكيل رأس السهم نرى محاولة للفرسان من الضباط والطلبة للقفز وعبور السدود بارتفاع 120 سنتيمتر. القفز من أعلى السدود هو قمة فن الفروسية، وهو لا يمكن أن يكون إلا بتوجيه باقتدار من الفارس. يتجه الفارس للقفز وعبور سدود بارتفاع 130 سنتيمتر. يقوم الفارس بمحاولة لاجتياز السدود بارتفاع 140 سنتيمتر. رياضة الكلة. تعد رياضة الكلة إحدى الرياضات العربية العريقة وأبرز ألعاب الفروسية التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة، وهي رياضة مليئة بالكثير من عناصر الطموح والتحدي، فهي تعبر عن مهارة الفارس وذكائه وقوة تركيزه وتمكنه من جواده. محاولة زوجية، يسعى الفارسان من ضباط الكلية لالتقاط هدفين من يسار المنصة باستخدام الرمح. وفي تشكيل ثلاثي من يسار المنصة يتقدم الفرسان نحو الأهداف لإصابتها بالرمح. ينقض الفرسان الأربعة لالتقاط الأهداف باستخدام الرمح. وفي تشكيل قطارين متوازيين من يسار المنصة يتقدم الفرسان لإصابة الأهداف باستخدام الرمح. يضع المدرب الهدف أمام وجهه، حيث يقوم الفارس بمحاولة التقاط الهدف ثم إصابة هدف أرضي. يقوم المدرب الآن بتصغير لوحة التنشين بتثبيت الهدف أسفل قدميه. تتم محاولة إصابة الهدف أثناء مواجهة الفارس للمدرب. ولشدة ثقة المدرب في الفارس تتم إصابة الهدف أثناء ارتكاز المدرب على الهدف بكلتا ركبتيه. محاولة إصابة الأهداف المثبتة أمام المدرب ومن خلفه في آن واحد. سنشاهد قيام الفارس بالتقاط هدف عبارة عن منديل من على الأرض بيده الخالية. ومن الجدير بالذكر أن الفارس ضمن فريق الشرطة الحاصل على بطولة كأس العالم. محاولة الفرسان لإصابة الأهداف بالرمح بطريقة متتابعة.
الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. الحفل الكريم مع العرض العسكري للخريجين الجدد. السادة أولياء أمور الخريجين، أربعة أعوام مضت وكأنها ساعة من نهار منذ أن وطأت أقدام أبنائكم أرض هذا الصرح الغالي، ولطالما تطلعتم لمثل هذا اليوم الموعود، وكلكم مرتقب ليوم تخرجهم هذا، وقد حانت الآن لحظة جني الثمار، فلا شك أنكم طواقون لرؤية أبنائكم الذين بشروا بأن أعينهم لن تمسها النار، لأنهم أصبحوا وأمسوا وباتوا يحرسون في سبيل الله. إنهم أبطال يمشون بيننا مستعدون وجاهزون اليوم للانضمام لزملائهم في شتى أنحاء الوطن للذود بأرواحهم عن بلادهم واستكمال مسيرة الشهداء. تزدان ساحة الاستعراض الآن بصفوة شباب الأمة من الخريجين في موكب عظيم وأخاذ لهؤلاء الأبناء الذين تفيض نفوسهم وقلوبهم حبا لمصر وعرفانا وفخرا وإجلالا، فقد تم تدريبهم بإشراف ضباط أكفاء، وقد تم إعدادهم بدنيا خلال آلاف الساعات التدريبية. إنهم شباب مصر، أمل الحاضر والمستقبل، الذين عاهدوا الله بأرواحهم ودمائهم أن يتحملوا الأمانة ويوفوا بالرسالة ليؤدوا واجبهم الوطني المقدس في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها. لا شك أن التضحية والفداء وروح التعاون والانضباط لا تورث، وإنما هي قيم ومبادئ تهون من أجلها الحياة ويتم تعلمها وغرسها هنا في كلية الشرطة. يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرج. تمام يا فندم طابور الخريجي، أستأذن ببدء العرض. طابور الخريجي، يا سعادة المرور بالاستعراض في هيئة طول طريق بفاصل 10 خطوات بين المجموعات للمان دور.
بخطوات قوية ثابتة وثقة في النفس عالية تعرف بحق قدر نفسها. يمر الآن من أمامنا رسل الأمن فلذات أكباد هذا الوطن، وقد صاغت بأجسادها تشكيلات للمرور من أمامكم. يتقدم الخريجين كوكبة من أبنائكم حملة الأعلام، رافعي جبين الوطن بأيد تعرف كيف تحمل المهام الكسام، وقلوب ملؤها الإحساس بقيمة ما يحملون، ويقين بأن العلم رمز لكيان الوطن، وأن كرامة بلده مرهونة ببقاء عالمها مرفوعا على نواصي أبنائها. إنه المعنى والرمز، معنى الكرامة ورمز الوطنية، بعلوه تعلو مكانتنا، وفي الذود عنه زود عن تراب مصرنا الغالية. ها هو علم مصر الحبيبة يتقدم سائر الأعلام، فتخفق معه القلوب وتتابعه العيون مزهوة بالسواعد القوية التي تحمله. وتظهر في الأفق أعلام الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي ويتوسط علمي أكاديمية وكلية الشرطة علم الكلية الحربية كتوسط القلب في الجسد. يطل علينا الآن فريق مميز من شباب مصر وشاباتها، عشقوا دراسة الطب والهندسة والعلوم المختلفة، ثم طاقت أنفسهم إلى حياة الانضباط الشرطي، فنالوا شرف الانتماء إلى قسم الضباط المتخصصين. الشرطة والقوات المسلحة روح واحدة في جسدين، فهما درع مصر وسيفها، وروح مصر وأملها في السمو والعلا. Yeah.
أربعة أعوام قضوها في هذا الصرح الشامخ، تشربوا معنى الانتماء الوطني ومعنى التضحية والفداء في كل كلمة من معلم أو قائد، لنتعلم أن الحياة رخيصة في سبيل هذا الشعب المستحق للأمن. إنها لإطلالة تنشرح لها الصدور وتقر بها العيون وتطيب لها النفوس أن نرى هذه الورود اليانعة البيضاء وهم يسيرون أمامنا واثقين مطمئنين، نتجاوب فرحتهم باعتبارهم بفرحتنا بهم، فعمت قلوبنا غبطة حتى تكاد تنطلق لتسحبهم في عرضهم العسكري. ها هم أبناؤكم يبدون أمامكم في حللهم العسكرية الرائعة، لهم هامات ترتفع في إناء وشمم وقلوب تمتلئ بالإيمان ونفوس تربت على مكارم الأخلاق وأيد تعرف كيف تحمل المهام الإسلام. أيها الحفل الكريم، يمضي بنا الوقت حثيثا وليته يتريث، لننعم بما حققه الأبناء وما يستعرضوه أمامنا من قوة تفل الحديد ومضاء عزم يرتسم على الإباء ونظرات وقادة يهابها الطامع في النيل من أمن مصر. إننا لفي فرحة غامرة بأبنائنا، فخورين بعرضهم الشيق، وحق لأبناء أن يفخروا بانتمائهم لآبائهم وذويهم الذين جاءوا ليسعدوا بهم فسعدوا، وليعيشوا معهم يوما قل أن تجود السماء بمثله فهو يوم له ما بعده. كلمات تعكس وبحق نبل المقصد
وطهارة القصد وسمو الغاية والأهداف. شرطة رجالها رمز للتضحيات. جيش منتصر كم حقق من بطولات. شعب عظيم كم صنع من حضارات. يد واحدة، يد قوية تصنع أعظم المعجزات. تحيا مصر، تحيا مصر. ما أعظمك يا مصر في وحدة وتماسك أبنائك ليحققوا المعجزات. ضيوفنا الكرام، تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة. أول الخريجين يسلم علم كلية الشرطة إلى أقدم طلبتها إيذاناً بتسليم قيادة الكلية إليه. أنا أحافظ على تقاليد كليتي، وأنا أحترم قواعدها، وأنا أحترم قواعدها، وأنا أكون وفيا لها، وأنا أكون وفيا لها، وأنا أمثلها تمثيلا صادقا، وأنا أمثلها تمثيلا صادقا في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. شعار كلية الشرطة. علم أبهر العالم منذ القدم. الخلق، خلق فاق كل الشيم. الواجب، واجب تصنعه العزائم والهمم. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة الرابعة، إذاناً ببدء قيادة جديدة. Thank you.
يمين الولاء. صدق السيد وزير الداخلية على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانسي في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار، كما صدق سيادته على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء دكتور أيمن شريف كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم، 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 أن أحافظ على النظام الجمهوري، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. مع تقليد الأنواط لأوائل الخريجين. تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية. أولاً كلية الشرطة، الأول ملازم تحت الاختبار محمود بدري علي أحمد. الثاني ملازم تحت الاختبار محمد بسيوني عيد الأزرق. الثالث ملازم تحت الاختبار عمرو أحمد فاروق إبراهيم. الرابع ملازم تحت الاختبار طارق عيد عبد الحي السعدني. الخامس ملازم تحت الاختبار مازن عصمت محمود الأشقر. أول الوافدين ملازم تحت الاختبار أمير عماد حسن عبد الله من دولة فلسطين. أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين
الملازم أول إعلام تحت الاختبار سالمة علي أحمد عبد التواب. أول خريجي قسم الضباط المتخصصين الملازم أول هندسة حاسبات تحت الاختبار عمرو شريف محمد التلواني. ثانياً كلية الدراسات العليا رائد عادل أحمد البدري الأول على الدبلومات بكلية الدراسات العليا. نقيب سامر عيسى الحوامدة من دولة فلسطين أول الضباط الوافدين بكلية الدراسات العليا. ثالثاً مركز بحوث الشرطة مفوض بديمي كوملان من دولة توغو الأول على فرقة مكافحة الإرهاب. السادة الحضور الأعزاء، مع كلمة السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. طابور خريجين جنبان سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تتشرف أسرة وزارة الداخلية بمشاركة سيادتكم احتفالها بيوم الخريجين، لتشهد سيادتكم وشعب مصر العظيم أولى خطى هذا النبت الطيب من طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة الذين اجتهدوا وسابروا طوال فترة دراستهم بمعهدهم العريق، واليوم يبدأون أولى خطواتهم العملية في أداء رسالتهم النبيلة التي تهدف إلى أسمى الغايات والمتمثلة في بسط الأمن والأمان على ربوع مصرنا الغالية التي تستحق منا أن نقف بصلابة وشموخ في سبيل رفعتها ونهضتها ورخاء شعبها العظيم. وإنه لمن حسن الطالع أن يأتي احتفالنا اليوم بعد أيام قليلة مضت على احتفاء الأمة بثورة شعب سار في وجه جماعات الشر والإرهاب ليسطر في 30 يونيو 2013 ملحمة كفاح ستظل راسخة في وجدان التاريخ، شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود لهذا الشعب الأصيل والذي ينتفض دائما بقوة وبسالة دفاعا عن تراب وطنه العزيز. فتحية لكم سيادة الرئيس ولجميع السادة الحضور. السيدات والسادة، الجمع الكريم، إن جهاز الشرطة يدرك إدراكا كاملا حجم التهديدات التي تحدق بالوطن، ولعل آفة الإرهاب الأسود البغيض التي تضرب العالم بأسره تعد الخطر الأكبر الذي أصبح يهدد استقرار الشعوب ويقود أمنها وتزداد خطورته
هذه الآفة نتيجة تنامي حدة الصراعات الإقليمية بالمنطقة، والتي تتخذها خفافيش الظلام من دعاة الشر والإرهاب ستاراً يتخفون وراءه للعصف باستقرار المنطقة وعرقلة جهود التنمية والازدهار بها. بل وأؤكد أنهم بأفعالهم الإجرامية يهددون الإنسانية بأسرها، وهو ما يتطلب وعي المجتمع الدولي لأهمية وضرورة التكاتف من أجل المواجهة الشاملة لهذا الخطر، حرصاً على أمن وسلامة البشرية. ولقد أنصت العالم بأسره لكلمات السيد الرئيس حينما شخص الداء وحدده وأعلنها صراحة أن الإرهابي ليس من يرفع السلاح فقط، بل من أعده ودربه وموله ووفر له ملاذا آمنا وخصص له منابرا إعلامية تعمدت تزييف الوعي الجماهيري ونشر الشائعات من خلال خطط خبيثة استهدفت العصف بسيادة الدول واستقرارها، حتى صارت شعوبها بفعل الإرهاب ممزقة وفي شتات. السادة الحضور، لقد عقد رجال الشرطة العزم على الإسهام الجاد في تحصين المصالح العليا للبلاد من كل خطر يهددها، وهم على قدر كبير من الوعي بمسؤوليتهم في انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث. واليوم ونحن نشهد هذه المهارات والقدرات المتميزة لطلبة أكاديمية الشرطة وهم يزدهرون أقوياء البناء مثمري العطاء، متسلحين بما قدمته لهم الأكاديمية من جرعات علمية في المجالات القانونية والشرطية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وعناصر التدريب الراقي المتقدم. نلمح في نظراتهم نسمات الغد المشرق الذي يمتد على درب أجيال متعاقبة سبقتهم في التفاني والبذل، لنؤكد على رسالة وزارة الداخلية السامية التي تستهدف تعضيد مقومات الأمن وترسيخ معالم الاستقرار في ربوع البلاد من خلال الحرص على الجدية في الأداء والإصرار على الالتزام بالعهد والوفاء والسعي نحو تدعيم ركائز قدرات العنصر البشري الذي كان وسيظل يشكل الهدف الأسمى في الاستراتيجية الأمنية التي تواجه تحديات جسيمة ومخاطر تتربص بالوطن تتعاظم حدتها مع ما تحققه مسيرة الأمة المصرية من إنجازات ونجاحات تدفع بها إلى ما تستحقه من مكانة إقليمية ودولية. ونحن من هذا المنطلق فإن الشرطة المصرية لا تألو جهداً في التضحية بأغلى ما تملك بالروح والنفس إلى جانب الأشقاء بالقوات المسلحة الباسلة من أجل المواجهة الحاسمة للتحديات مهما تعاظمت. وسيستمر رجال الشرطة بعون من الله في التصدي لأي محاولات للعبث بأمن الوطن ومقدراته، حريصين على تنقيته من كل ما يمس استقراره ومصالحه القومية. ولأبناء الخريجين أقول: تؤدون اليوم قسماً عزيزاً غالياً تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم بالذمة والصدق والإخلاص، ماضين لنصرة الحق والعدل، متمسكين بالشجاعة والمثابرة والإقدام في مواجهة التحديات، متسلحين بالعلم وبالإيمان بالله. فاجعلوا من قسم تخرجكم عقيدة راسخة ومنهج عمل لحماية أمن الوطن وأمان شعبنا العظيم. ومن هنا يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لأسركم الذين طالما دعموا مسيرتكم
وباتوا ينتظرون يوم تخرجكم ليفخروا بكم في مواصلة مسيرة أجيال سارت على درب التضحية والفداء في منظومة العمل الأمني. الجمع الكريم، أتوجه بتحية تقدير وعرفان لقواتنا المسلحة الباسلة، عرين الأبطال ومهد التضحيات، والتي لا تألو جهداً عن التضحية من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه من دنس الإرهاب، والتي تقدم أعظم البطولات وأغلى التضحيات في سجل العطاء الوطني. تحية تقدير ووفاء لكل شهداء مصر الأطهار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرهم، والذين روت دماؤهم وما زالت تراب هذا الوطن الغالي من أجل أن يحيا شعبه آمناً مطمئناً. كما تقدموا بتحية عرفان وامتنان لأبنائنا مصابي الواجب، وأتمنى لهم السلامة والشفاء، وأؤكد لهم أننا نعتز بهم ولن نتوانى في تقديم الرعاية والدعم لهم. السادة الحضور، إن رجال الشرطة يؤكدون على تمسكهم الراسخ بأداء الواجب، وعلى عهدهم أمام الله وأمام شعب مصر بأن يظلوا حصناً منيعاً لأمن الوطن وأمان المواطنين، متسلحين بسلطان القانون وهيبته وبما كفله الدستور والقانون من ضمانات لإنفاذه، ملتزمين بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية قيم وحقوق المواطنين، ولن يترددوا أبداً في التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله. وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظ مصرنا الغالية آمنة مطمئنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الكريم يوماً بعد يوم يسطر أبطال الشرطة المصرية ملاحم بطولة وفداء في كل ربوع الوطن، يحاربون فيها قوى الشر والإرهاب التي تحاول النيل من أبناء الوطن، ولكن دائماً وأبداً كان لهم أبطال الشرطة المصرية بالمرصاد. هؤلاء الأبطال ستحكي عنهم الأجيال القادمة وتروي سيرتهم بحروف من نور، مع كلمة كريمة العميد ياسر الحديدي مفتش الأمن العام بشمال وجنوب سيناء الذي اغتالته يد التطرف والإرهاب، ليستشهد وهو يقف شامخا في معركة ضد قوى الإرهاب، حتى صارت الشهادة لنا أملا لما رأينا الشهداء هم خير رجال بيننا، وحتى ينعم الله علينا بهذه النعمة لا يكون لنا إلا أن نكرم ذكراهم العاطرة. عليا ياسر الحديدي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، أنا عليا ياسر الحديدي بنت الشهيد البطل العميد ياسر الحديدي مفتش الأمن العام بجنوب وشمال سيناء.
بابايا استشهد يوم 8 مارس في العريش، استشهد عشان كان بيدافع عن بلده وعشان يحمينا كلنا، وانا طبعا افتخر ان بنته. بابايا يوم ما كان مسافر العريش كلمنا وقال لنا ان هو مسافر، انا اتضايقت وكنت زعلانه وقلت له ما تسافرش، بس هو رد عليا وقال لي لو انا ما سافرتش مين اللي هيسافر، انا مسافر عشان اخلص بلدنا من الخونه والارهابيين. وقال لي ما تقلقيش عليا يا عليا، بس انا طبعا كنت قلقانه. وبعد كام يوم من سفره جالنا خبر استشهاده، انا اتضايقت وكنت زعلانه وهو كان وحشني وما كنتش مصدقه. واللي كان مزعلني اكتر ان هو كان طيب ومفيش طلب بيرفضولي وما يتعوضش. بس اللي مصبرني ان انا عرفت يعني ايه شهيد، يعني ان هو بطل وحي يرزق في الجنة، وان هو حاسس بينا. واما عرفت ان هو حاسس بينا صممت ان انا افضل اذاكر، صممت ان انا افضل اذاكر واطلع الاولى زي ما هو كان بيحب كل سنة. واللي مصبرني ومصبر كل الناس ان كل الشهداء دول كانوا بيدافعوا عن بلدهم عشان يحمونا كلنا ويخلصونا من الارهابيين. وعايزه اقول كلمه للخونه والارهابيين، الشرطه والجيش دول زي الحفره، كل ما بيتاخد منهم بيزيدوا، هيفضلوا يدافعوا عن بلدهم لغايه اما يقضوا عليكم وعلى اللي بيساعدكم. وعايز اختم بآية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. شكرا. كان مثالا للالتزام والتفاني في العمل، وهب نفسه لأمن وتراب وطنه، وعندما حانت لحظة الاختبار الكبرى هب البطل المصري ليلبي نداء الوطن. يتفضل البطل الجسور السيد النقيب رامي جمال حرب، الذي أصيب في ساحة الشرف والنضال لإلقاء كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النقيب رامي جمال حرب، ضابط شرطة مصري، شرفت بالعمل في وزارة الداخلية بقطاع الأمن المركزي. في يوم 14/8/2013 كان معايا أبطال كتير، زمايلي ضباط وافراد ومجندين، وقفنا بكل ايمان وبكل عزيمه فاتحين صدورنا نقابل اي رصاصه غدر نفدي بيها اهالينا المصريين. وكان ليا كل الشرف وكل الفخر ان اكون واحد من اللي اتصابوا في اليوم ده، فدا البلدي والاهل بلدي لتخلصها من قوى الشر والارهاب. كنا واقفين لتأمين ممرات الخروج اللي حددناها للخروج الآمن من الميدان، وفجأة واحد من زمايلي اتصاب بطلقة غدر، وفورا طلعت مكانه على المدرعة، ما ترددتش وما خفتش وما فكرتش ان ممكن اتصاب او استشهد، بالعكس كنت اتمناها والله زي كل زمايلي ما بيتمنوها. وبعد دقايق طلقت غدر تانية عصبتني في رقبتي. طبعا اللي بيضرب كان مستخبي وهيفضل طول عمره مستخبي، لأن الباطل دايما مستخبي والحق ظاهر وغالب بإذن الله.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحضور الكريم، كان من الممكن أن يكون المقام مختلفاً والمشهد مختلفاً وأن أحدثكم واقفاً، لكن هذه الهيئة أدعى للفخر والاعتزاز بل والشموخ، فإن ما فقدته من قامتي جلوساً عوضني عنه إنه في سبيل الله والوطن. لقد أقسمت عند تخرجي بأن أرعى سلامة الوطن وأن أحمي شعبه، قسما رددته بلساني وقلبي وعقلي وكل وجداني، وظل ماثلا أمام عيني دافعا لي على حمل الرسالة وأداء الأمانة بكل تفان وإخلاص. واليوم ازددت شرفا وفخرا بأن يتم دعوتي إلى حفل تخريج دفعة جديدة من حماة أمن الوطن وحراسه. ومن هنا أحب أقول لهم ووصيهم وصية من أخ كبير ليهم، من حد جرب يعني إيه تضحي عشان بلدك. عايز أقول لهم احموها، حافظوا عليها، ضحوا عشانها بكل شيء، لأن مصر دي أم الدنيا وإن الوطن غالي. واعرفوا إن الجزاء عظيم شهادة في الدنيا، اعرفوا إن الجزاء عظيم عزة في الدنيا أو شهادة في سبيل الله. ومن هنا برضو أحب أشكر بيتي، أهلي وأسرتي اللي وقفوا جنبي وسندوني، وقفوا جنبي وسندوني ما تخلوش عني أبدا. وبيتي الأكبر وزارة الداخلية بكل قيادتها اللي ما قصرتش أبدا معايا ومع كل زمايلي المصابين. وأخيرا أحب أوجه رسالة لكل المصريين. أحب أقول لهم إن ده أبدا مش كتير عليكم، وإن ده أبدا مش كتير عليكم، ووقفكم في ظهرنا هو اللي مقوينا ومحفزنا ومخلينا نواجه الإرهاب من غير ما نخاف. بس من فضلكم خليكم دايما في ظهرنا، وإحنا أبدا وإحنا عمرنا ما هنخذلكم، عشان إحنا على طول عمرنا رجالة. حمى الله مصر، حفظ الله مصر قيادة وشعبا، وحمى جيشها الباسل وصان شرطتها الوطنية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الحفل الكريم، إن دماء الأبطال تسري في قلبه، حمل على عاتقه الرسالة ليستر بيديه ما ستره من قبله والده بالدماء. أن لا بقاء لمفسد في أرضنا، وأن الموت لنا حياة، فنحن لن نموت قبل أن نفني كل ظالم منهم. فحياتنا فداء للوطن، وأبناؤنا على الثأر قادرون، فلا نامت أعين الجبناء. ها هو الخريج عمر محمد جبر يقف بين زملائه في طابور العرض، فهو نجل الشهيد اللواء محمد عبد المنعم جبر، مأمور مركز شرطة كرداسة.
الذي اغتالته يد الحقد عند الهجوم على المركز، وسيلقي كلمة الآن فلنستمع إليها. تمام يا فندم. ولازم تحت الاختبار عمر محمد عبد المنعم عباس جبر نجل الشهيد اللواء محمد عبد المنعم عباس جبر مأمور مركز اسم كرداس. أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد وفخور إن والدي استشهد. أنا أصريت إصرار شديد إن أدخل كلية الشرطة عشان أكمل مشواره في البطولة اللي هو فخر بالنسبة لي، وأجيب حق الشهداء وأقول للعالم كله إن إحنا مش خايفين. أنا بقدم نفسي من ميدان كلية الشرطة، ميدان العزة والشرف والكرامة، مصنع الأبطال والرجال، من وسط دفعتي دفعة 2017 بنعاهد سيادتك وكل المصريين على الفداء والتضحية من أجل أمن مصر وسلامة أراضيها وأمن شعبها العظيم. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! هو نجل الشهيد ممكن أسلم عليه لو سمحت؟ طابور الخريجي كفى سلاح. السلام الوطني